في مرحلة من مراحل حياتك ربما التقيت بشخص ما يبدو كأنه من كوكب آخر ومختلف تماما على كل الناس، مما زاد إعجابك به وأردت حينها أن تكون مثله، لكن لا تعرف من أين تبدأ وماذا ستفعل، وتساءلت هل ما يفعله ذلك الشخص هل هو مكتسب أو فطري؟ وربما قلت في نفسك كل تلك الأشياء التي يفعلها ذلك الشخص هي فطرية وخاصة به، ولهذا قررت أن تبقى كما أنت ولا تبحث عن أي طرق لتكون مثله. لكن أنا في هذا الفيديو سأشارك معك 5 أشياء ستجعلك مثل ذلك الشخص الذي لا طمح حلمت أن تكون مثله، وذلك الشخص يمكن أن نصفه أنه يمتلك عقلية الإنسان الناجح، وهو يتميز بالكثير من الأشياء. لكن اليوم سنذكر لك فقط 5 أشياء لابد أن تتوفر فيك لتكون مثله أو أحسن منه. وأول شيء نبدأ به هو أن تفكر دائما في المزيد من الفرص وليس في العقبات. لكن كيف ذلك؟ كما نعلم جميعا الحياة مليئة بالعقبات، ولكن في نفس الوقت مليئة بالفرص أيضا. والخطوة الأولى هي أن تدرك هذه الفرص، أما الخطوة الثانية فهي أن تصنع فرصا لنفسك، أما الخطوة الثالثة والأخيرة هي أن تستغل تلك الفرصة. لأنك حتى لو أدركت فرصة ما أو صنعتها لكنك لم تستغلها أحسن استغلال، كأنك لم تفعل أي شيء. أما الشيء الثاني فهو كونه يتعلم باستمرار، يبحث دائما عن المزيد من المعرفة في أي مكان ومع أي شخص، ولا يقتصر تعلمه على مكان محدد أو زمن ما بالضبط، بل يتعلم في أي مكان وفي أي وقت. الإنسان الذي يمتلك عقلية ناجحة مهما كانت المشاكل التي يواجهها في طريقه ستجده دائما يبحث عن الحلول مهما كانت صعبة. فلو واجه فجأة مشكلة ما يتراجع إلى الوراء بعض الخطوات ثم يتساءل هل هناك فرصة يمكن أن أستغلها مع هذه المشكلة، ويستعمل كل تلك المعرفة التي تعلمها من قبل من أجل الوصول إلى حلول في النهاية. وهذا كان الشيء الثالث. أما الشيء الرابع فهو كونه يحارب العادات السلبية ويبني عادات إيجابية. فالإنسان الذي يملك عقلية ناجحة لا يسعى فقط إلى محاربة العادات السلبية، بل يفكر ويتعلم كيف يبني عادات إيجابية. وإن شاء الله قريبا سنشارك معكم كتاب تكلم عن كيف اكتساب العادة، فقط تأكد أنك اشتركت في القناة لتتوصل بالإشعار حينما نقوم بإعداده. وآخر شيء، إذا أردت أن تكتسب عقلية الإنسان الناجح يجب أن تعترف بأخطائك أمام الآخرين، لكن أهم شيء هو سعيك لتصحيحها دائما. وهذا شيء واضح ومنطقي، لأن الإنسان كيفما كان لابد له أن يخطئ سواء في حقه أو في حق الآخرين. لكن إذا اعترف واعتذر للناس ستستمر علاقته بالآخرين ويعيش حياة مليئة بالنجاح. شكرا على المشاهدة، ولا تنسى وضع لايك لهذا الفيديو وأن تكتب لنا رأيك في التعليقات.